انا طبعا بنعرفكم على نفسي العميد طيار ركن علي عبد الله حدوث لبيش. التحمت بثورة الشباب وهربت من قاعدة معتيقة جوية، يعني في الواقع ما عرفش، يعني في الواقع تمردت ورفضت جميع القرارات اللي هي في الواقع كانت قرارات تؤدي إلى الإنسان يشارك في مذبحة ضد شعبه، ضد أهله، ضد أولاده، ضد أبناء وطنه. فما تحملش هذا الوضع وتكلمت داخل معتيقة وصحت، وأصبحوا يتابعوا فيا وهددوني بالقتل عن طريق قنوات معينة، وهددوني بالتزام مكانك، وهربت من يعني قررت الرحيل الى، في الاول كنت مقرر اني بمشي للزنتان، وبعدها الله ارادني اني انا اتجه نحو مصراته. ف 15 يوم بس وصلت مصراته، يعني رقدت تحت الشجر وتخبيت وصرت ثبيتا بعد حوالي 10 ايام. والحقيقه هذا كله بالنسبة لي في هذا اللحظات هذه اللي عشت، يعني كنت عندي قناعة أني نشارك مع ابناء وطني في بقية عمري، وأقدم لهم شيء من 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 خبرتي ومن عملي، ونثبت لكل أن الجيش الليبي البطل، فيه رجال شرفاء، فيه رجال أمناء، فيه رجال يضحوا من أجل الوطن، يضحوا من اجل اظهار الحق والدفاع على الشرف والعرض والمال. احنا لا يمكن نقتل شعبنا، لا يمكن مهما كانت الاحوال، مهما قدموا لنا من كل شيء. وبتت ليله في يعني في 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 مكان معين، وكانت لحظه بيني وبين نفسي يعني، وشعرت بشعور غريب لاول مره اشعر به يعني في تلك الليله، وكان صقع يعني جوك ياي. فبينه وبين نفسي يعني قلت يعني لو نافي الجانب الاخر يعني مع الرجل هذا ياي وارتكبت هذه الجريمه، ماذا تكون الانسان كيف بيرفع راسه امام وطنه وامام اهله واولاده وابنائه بعدين من بعده. انا ننصح كل ضابط، وننصح كل شريف في هذا الوطن، وننصح كل جندي مخلص، سواء كان حتى هو في الكتائب الطاغي هذياي سواء معاه، انا الوقت انك تلتحم بطلائع الشعب وطلائع الثوره مع ابنائنا، ابنائنا اللي ننتظروا منهم كل الخير، ابنائنا اللي بيسلمونهم الامانه، هذول ابنائنا يعني اعطوهم الوطن يتمتعوا بخيراته، يعيشوا به، يتنوروا به في العلم والمعرفه، يصنعوا به الحضاره ويصنعوا به امالهم ومستقبلهم، مش يصرف على منظمات وعلى ارهاب وعلى امور تافهه لا ليس لها صله لا بالوطن ولا بال. ومن ضمن النوادر اللي حدثتني اني بعد ما وصلت زليتن زرت سي عبد السلام وكنت مرهق، فاخذتني صليت الظهر فاخذتني غفوه في الشيخ، وبعد ما فقت من الغفوه هذه فوقني واحد قال لي العصر راح بيذن، اعطاني 11 جنيه سحبني للسول، ويعني زي ما تقول من ناس الدراويش يعني. فنظرت يعني نظره يعني فعلا ان الشعب الليبي ما زال فيه الخير، الشعب الليبي شعب طيب، الشعب الليبي شعب اصيل، فيه الرحمه، فيه الاخوه. اما ان كونه راجل يجيب مرتزقه من كل من ثوب ويسلطهم على امته، شنو يبي يبقى له تراب؟ يبي يحكم تراب؟ ليبيا دونها دم، ليبيا دونها رجال، ليبيا دونها تاريخ ومجد، ليبيا دونها تاريخ اجدادنا الشرفاء. الان ارواح اجدادنا وارواح اهلنا اللي قدموا التضحيات تستريح في قبورها. الله اكبر، تستريح في قبورها الان، هذا وقت استراحتها. الله اكبر. اسراتها دونها الدم، مصراتها قدمت التضحيات، مصراتها معجزة من معجزات العمل العسكري،
ابداع في الثورة، ابداع في المقاومة، ابداع في العطاء، ابداع في الدفاع، ابداع في الاستماتة. شاهدت ورعيت بعم عيني. انا اقول لكم بكل صراحة وبكل ثقة، لن نخسر هذه المعركة، لن نخسرها ابدا. كلام هؤلاء الرجال قاعدين. الله اكبر. ان حبنا لبعضنا وحب جميع فئات الشعب الليبي المتمثله في الحلاحمه الوطنيه، طلائع النصر قادمون في ابناء ليبيا كلها، من جميع قبائل ليبيا قادمه بغازي، من جميع ابنائها، من غربها شرقها جنوبها شمالها، ملحمه الشعب الليبي قادمه، قادمه من بغازي نحو الغرب، نحو عاصمتنا التاريخيه. خلاص امتنا التاريخيه، خلاص ابناء طرابلس قادمون اليكم، وسوف يبقى هو في مزبر التاريخ. الله اكبر. وسوف يبقى هو الجرد، فليظهر امام الرسول وامام الاسود. نحن نمشي على سفرات السيوف وناتوا المنيعه من بابها. الله اكبر. نحن مو جرذان، نحن رجال، لنا تاريخ ولنا مجد، تاريخ مسطح بالدم. وأقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، ما شفت اللي شفته في مصراته إنها ملحمة العظمة والتاريخ والمجد. الله أكبر. التعمت بين شباب ليبيا كلها، قدموا التضحيات، دافعوا على العرض وعلى المال، دافعوا على الشرف وعلى الكرامة، تنازلوا عن كل شيء بأموالهم وأنفسهم وبيوتهم وبملابسهم وبكل ما قدمت ما يملكه من 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 جهاد. شرف الجهاد الليبي مصراتة، مصراتة قدمت نفسها للوطن. الله أكبر. هي اللي قدمت نفسها، يعني أعطت روحها كلها للوطن. الله أكبر. يعني قدمت قطعة من الوطن، تقدمت هي إلى الوطن الهدية، هدية الروح الشهادة، مجد الشهادة. أبحث عن الشهادة، ما تبحثش على 500 جنيه في كتيب عائلة، ما تبيعوش انفسكم بالمال. ابقوا لشيء لابنائكم، التحموا الان من الثوره قبل ان يندموا. الله اكبر. الله اكبر. اقول لكم واقول لكم ما قاله الله سبحانه وتعالى، ما قاله الله في كتابه، ما قاله الله في كتابه: اعلم ان النصر من عند الله سبحانه وتعالى، ولتعلموا قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن هذا التكبير والتهليل في مساجد مصراتة، وهذا النداء الإلهي، النداء المقدس الملائكي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا هو شعار رسول الله، هذا نداء الملائكة من السماء يوم فتح مكة. الله أكبر. الله أكبر. هذا ما تنادي به مصراة من الفجر إلى الفجر. الله أكبر. لم تنادي بصيحة فاتح ولا كلام فاضي ولا كلام مجد لرجل شخص طاغي، بل تقول: الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولا إله إلا الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيا مصراتة، تحيا ليبيا. تحيا ليبيا.